ياه نعيما يا عم، وشك نور والله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الواحد بقاله كتير جدا ما مسكش الكاميرا وصور وعمل ايديت كده للفيديوز ومنتج كده على اللاب والكلام ده. انا حاسس اصلا نسيت ازاي اصلا امنتج الفيديو من كتر ما انا بقالي كتير قوي ما عملتش فيديو. الفيديوهات اللي انتوا بتتفرجوا عليها اللي بتنزل دي المفروض اصلا انا مجدولها، يعني بنزل اصلا كده كده الفيديو وهو بحدد له ميعاد معين بالتاريخ معين بينزل لوحده. لكن ان انا امسك كده فيديو كده لايف اصور وبعد كده منتج وبعد كده احطه على السوشيال ميديا بقالي كتير جدا ما عملتهاش. كنت فين بقى الفتره دي؟ ليه ما بقتش تعمل فيديو؟ ها ليه ليه ليه؟ والسبب اللي مخليني اصلا ما صورش فيديو ان انا لحد دلوقتي بمتحن. انا الفيديو ده انا بصوره في العيد واحتمال تشوفوه بعد ما اخلص امتحانات، ولسه لحد دلوقتي بمتحن جامعه حلوان حلفه اللي هي تعمل مننا كحك وبسكويت العيد. يعني حضرتك ده العيد هتمتحن، ما طب هتمتحن. فانا مسحول والله ما بين الكليه والامتحانات والكلام ده. اللي اسعفني في الحوار ده الفيديوز اللي انا مصورها وما نزلتهاش وجيت نزلتها بقى وعملت لها جدوله دي اللي هي تنزل لوحدها، ده الحاجه الوحيده اللي اسعفتني. لكن لو ما كنتش عامل كده وما كنتش مصور فيديو اصلا كنت هفضل كل ده ما مش هنزل حاجه على السوشيال ميديا ولا انزل فيديوز ولا اي حاجه خالص. تاني سبب وهو سبب حدوته والله، حاجه في منتهى الجمال. انا قاعد شهرين ما فيش نت عندي، الشركه مش عارفه ليه، انا مش عارف ليه، ما حدش عارف ليه. يعني هو ما فيش نت ومش ما حدش عارف ليه. اكلم خدمه العملاء راستر الراوتر وافتحه تاني ما فيش. لكن ان حد يقول لي سبب منطقي انا ليه ما عنديش نت بقالي شهرين، ما حدش فاهم اي حاجه خالص. فشكرا اورنج، برافو والله عليكم. تالت سبب واللي متباني عارف ان انا غيرت المحتوى بتاعي ما بين موتيفيشنال سبيكر متحدث تحفيزي ان انا بحفز الناس للايف ستايل او حاجات مواقف حياتيه، حاجه نتعلمها للحياه الكلام ده. انا جت عليا فتره ما بقتش عارف اقدم ايه، الافكار اللي عندي والمحتويات اللي عندي خلاص خلصت. كنت لازم بقى ادور على حاجه جديده اقدمها للناس. لكن لقيت نفسي لا، لو فتحت الكاميرا وجيت اصور ههرتل او هقول اي كلام، هضيع وقتي وهضيع وقت الناس اللي بتتفرج عندي. فدي ما كانتش السياسه اللي انا كنت عايزها اول ما قلت ان انا هعمل فيديوز على اليوتيوب ابقى يوتيوبر والكلام ده. يعني ما لقيتش محتوى اللي انا اقدمه يفيدكم، فده خلاني اقف الفتره دي وما نزلش حاجه على السوشيال ميديا. وده بصراحه بيخلينا اتنقل بقى الحاجات اللي انا بقدمها زي سلاسل، زي مثلا سلسله ازاي تعمل حاجات في يومك، ازاي تمنتج، ازاي كده. سلسله مثلا استعدادات رمضان، في سلسله جايه تجربتي الشخصيه، هعمل فيديو مثلا عن الشعر لو انت عايز تربي شعرك، ايه الحاجات اللي انت هتفكر فيها، ايه الحاجات اللي انت لازم تحطها في اعتبارك وانت بتربي شعرك وانت حاطط مثلا خطه ان انت تربي شعرك. في فيديو برده على التقنيات، برده في فيديو عن الايربودز. انا بحب حوار اللي انا اتكلم في التقنيات اكتر او التكنولوجيا او انبوكسنج او ريفيو الكلام ده، انا بحب كده. انا بميل اكتر للمحتوى ده، فممكن اقدم حاجه زي كده وممكن اطلع طاقتي كلها فيه يعني، وهيبقى حاجه حلوه جدا. في فيديو جاي قريب جدا على الايربود التقليد الهاي كوبي، فما تنساش تعمل اشتراك للقناه وسبسكرايب وتدخل على البيج بتاعه الفيسبوك تعمل لايك عشان تتابع الفيديو ده، عشان هيبقى مهم جدا وحلو جدا للناس اللي عايزه تجيب ايربود ارخص من الايربود الاوريجينال وهتبقى كواليتي كويس جدا وحاجه نظيفه جدا. استنوا الفيديو ده وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه عشان تتابع الفيديو لما ينزل. سبحان الله. و بس كده رغيت قوي كتير انا في الفيديو ده، بس كان لازم ان انا احط الكاميرا واتكلم كده معاها ومنتج والكلام ده عشان اسخن. بقالي كتير قوي ما عملتش كده، وانا وحشني جدا حوار ان انا احط الكاميرا واتكلم وكده، فكنت لازم اعمل الفيديو ده عشان ابرر انا ليه غبت الغيبه دي كلها والكلام ده. في فيديوهات جامده جدا جايه، فزي ما قلت لكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه. وازاي اصلا انت بتتفرج اصلا من غير ما تعمل اشتراك؟ فانزل اعمل اشتراك ناو ازاي. وكالعاده الكلمه اللي وحشتني جدا، دوس يا كوتش. سلام عليكم.